ايه يا امين مالك بس في ايه يا اخي؟ قول لي يمكن اقدر اخدمك. لا لا بقول لك ايه، لا تخدمني ولا اخدمك، ما تجيبليش سيره الخدمات دي. انا عندي كابوس اليومين دول اسمه خدمات. خير بس في ايه؟ كابوس بدا ان الحمام عندي ابتدى ينقط. طبعا انت عارف اول الغيث قطره معروفه. مراتي كل نص ساعه تقول لي عايزين سباك عايزين سباك. كلمت سباك حلو حلو وبدات الرحله. مبدئيا اللي جاي ده مستحيل يكون سباك، ده دكتور مسالك بوليه ومعاه مساعد، مش سباك ابدا. انا ما فهمتوش خالص، معاه شنطه سمسونايت كمامه جوانتي، دخل سالني فين الحاله. تخيل دي طريقته، طلب تيليو وولع بايب وبدا يفحص الماسوره والبايب في بقه والمساعد بينشف له عرقه، وبدا يسال اسئله عن ضغط الميه، درجه حراره السخان، تاريخ المواسير المرضي، وبالفحص المبدئي طبعا شخص حاله الحيطه، تصلب شرايين ومحتاجه قسطره ودعامات. بعد كده قرر انه لازم ينقل الماسوره الورشه علشان يعمل لها شويه فحوصات واختبارات وتركيب كوع ومفصل وطرف صناعي. اما سالته معلش يا دكتور ليه كل ده ما تصلحها وخلاص، قال لي دلوقتي انت لو عندك ماسوره ام وماسورتين فرعيتين ومنبع ومصب ومزراب وازمه ميه في دول حوض النيل، الانسب لينا اننا نحل الازمه مؤقتا ولا اننا نجفف منابع الكارثه من اولها؟ وعمل لي فيها دكتور فاروق الباز. طبعا انا سكت، قلت له اعمل اللي انت شايفه صح. قفش العربون يا بيه وحفر في حيطان البيت كلها وسابنا ومشي. لا حول ولا قوه الا بالله. على كده الحيطان بقت تمام يعني؟ الحيطان كويسه، مراتي هي اللي سخنت بقى. ايه سخنت؟ الف سلام عليها. لا لا سخنت يعني اتحمست مش تعبت، سخنت. قالت لي بص بالمره والحيطان متكسره كده، خلينا بقى نصلح كهربه البيت اللي خربانه من يوم ما اتجوزنا دي. بعت جبت كهربائي، ده بقى اقام معانا في البيت فول بورد لمده اسبوع، واكل شارب نايم، كهرب لنا حياتنا كلها تماما. قعد يقول شويه مصطلحات غامضه كده في كلامه عشان يتوهني. قال لي بص احنا سيادتك هنوصل لمض السقف على التيار مش على الترانسو، الاستايتر ده عشان نسيطر عليه وما يلمسش مع بيت النور، فخلينا على فازه لوحده، وصلناه دريك على خط للبوكس العمومي، يعني شغل زي اللي عملناه في الفيلا بتاعت نرمين الفقي بالظبط. راجل شكله فاهم. انا قلت بس بقى بعد الشغل ده والفلوس دي كلها انا كده هكمل حياتي من غير ما اغير لمبه خلاص اتعشت. هو مشي من هنا، اجي يا ابني اولع النور الراديو يشتغل، اشغل الخلاط العيال تتكهرب وهم في سرايرهم، ادوس على الريموت المدام ترقص، اخر لخبطه. لا والحيطان لسه مكسره والبيت خرابه. المهم بقى انك لو عديت المرحله دي وظبطت الكهرباء بتاعت الشقه كلها وبعدين جبت بتوع التكييف، الكهرباء هتضرب تاني. فانت تجيب بتوع التكييف الاول يخربوا الكهرباء، يجي الكهربائي عشان يبوظها تقوم تتعدل. فهمت التكنيك؟ طب البيت كده بقى تمام؟ لا ازاي، ما انا لازم اجيب نقاش، هسيب الحيطه كده. بعت جبت نقاش، ده بقى مش سهل، ده دخل عليا دخله فنيه جدا، تحسه دافنشي فان جوخ، يحسسك انه جاي يغير التاريخ ويخلد اسمه في بيتكم. وجيب سلامته يعاين كتير ويخبط على الحيطان كتير ورفع مقاسات كتير، وبعد ما اليوم خلص قعد طلب نسكافيه جولد، رفع راسه ببطء وبص من الشباك كده، هو بيكلمني ما بصليش بس من الشباك كده، وكلمني بصوت هادي قال لي بص يا استاذ انت هتسيبني يومين ثلاثه كده عشان افكر. فكر في ايه يا حبيبي؟ وانا بقول لك طلقني، انا بقول لك تعالى ادهن الصاله، محتاج وقت تفكر في ايه بالظبط؟ هتاخد راي اخواتك؟ محتاج فتوى شرعيه في دهن الحيطان؟ دهنت صاله نفس اللون ده قبل كده ومش حابب تكرر نفسك مثلا؟ قلت له بص يا اسطى من غير تفكير انا عايز اخلص. المهم قدر يقنعني انه بيعمل عمل فني مش نقاشه، وكلمني عن الارتقاء بالذوق العام وان اوروبا بقت اوروبا عشان اهتموا بالنقاشه وكلام كتير من ده. المهم اختفى، وجالي بعد شهر معاه 20 بني ادم كلهم شبه بعض تقريبا. مين دول يا اسطى؟ قال لي بص يا باشا ده الصنايعي اللي هيجلخ، ولا عايزني ادهن من غير ما اجلخ؟ لا لا يا نهار اسود لا ما تجلخ ازاي؟ ما هو ده الجلخ اهم من البويه اساسا. ومين ده يا فندم؟ قال لي ده اللي هيدي وش السيلر، وده اللي هيلقط، وده اللي هيشرف على التلقيط، وده اللي هيدي وش بلاستيك واحد، وده وش بلاستيك اتنين، والبشمهندس اللي واقف ببالطو ده اللي هيخاوي اللون. ودي عمليه صعبه جدا ما بيقومش بيها الا كيميائي محترف، ومش اي كيميائي كمان، مع ان كل الحيطان في مصر لونها واحد، بيبقى بيج في الاول وبعدين بيدي على رمادي مع الوقت، وده اللي هيعمل الشاي، وده اللي هيعمل القهوه، وده بتاع السحلب، وده هيقف معانا كده مش هيعمل حاجه، ده غير الدي جي طبعا اللي لسه هيجي، ده بيبقى واحد مهمته في الدنيا ماسك موبايل صيني وبيلعب بقى، يفضل يبدل ما بين اه لو لعبت يا زهر وحلاوه روح لغايه ما نموت احنا في البيت. بعدها بقى بنخش في مرحله اللمسه الديكوريه، نختار كام حيطه من البيت ونقرر ان دول هنلحوسهم، هنشوههم، نظهرهم، فاهم؟ واختار انت بقى يا سبونج، يا فيلفت، يا ماربل، ريه، كاريه، ناكريه، كارل، كريليه، اي حاجه. دول ايه دول؟ دول كلهم حاجه واحده، ما بتتغيرش، هو كل اللي بيعمله انه بيوسخ الحيطه بسرعه بطريقه ما، وبعد كام يوم الحيطان اللي ما اتعملتش بتحصلهم، بيبقوا ميه واحده. يا ساتر، ده كابوس فعلا يا اخي، بس على كده بقى النقاشه دي اخر حاجه ونستريح. او هم قالوا لك كده يا ابني؟ بعد ما خلصنا عمليه النقاشه المعقده اللي خدت تقريبا اجمل سنين عمري، اكتشفت مراتي ان الحيطان الجديده بقت مش لايقه على الارضيات، فجاه اكتشفت. فقررنا اننا نغير الارضيات بالمره عشان تماتش مع الحوائط اللي هتسود بعد 3 ايام. المهم انا قلت لها رخام، وافقت، قالت لي اوكي رخام يلا بتناكه، فاهم؟ كلمت واحد اسال على الاسعار، اكتشفت ان احنا صغيرين قوي يا سيد.
قوي، فرجعنا عن الفكرة ورحنا لابن الحلال الطيب حبيب الشعب السيراميك. سهل في النظافة، بيعورك لما تقع، محترم. بدأت الرحلة اللي انت عارفها في تنقية السيراميك، والفرز الأول والتاني والتالت اللي هم كلهم فرز تاسع أساساً، بس بيكسروا واحدة فيقللوا الفرز، أي كلام. المهم اشترينا وجيل مبلط يركب. ده بقى كان كوم، والصناعية كلهم كوم تاني، خطر، ما بيتكلمش كتير، تحسه كده لعيب شطرنج مثلاً، كاسباروف، يحط البلاطة ويستنى شوية كده وبعدين يشيلها ويحطها تاني، يجيب واحده جنبها ويفضل يجرب. بتقولش خطه نابليون، انا مش فاهم، بيحسب كل حركه وكل نقله، او زي ما يكون بيحل بازل مثلا. المهم خلص شغله بسرعه الراجل، يا دوبك يعني ما خدش 12 سنه في العمليه دي. انا ابتديت في الموضوع ده، ياسين ابني كان في كي جي 2، سلمني تقريبا يوم حفله تخرجه من الجامعه. تعورت تعويره جامده على كده، تعويره ابن حلال، كنت هنسى الراجل بتاع الازاز بمناسبه التعويره. ما احنا بعد ما دهنا ازاز البيت كله اتدمر، كان لازم نغيره. بعت جبت الراجل بتاع الازاز، جه قعد شرب شاي طبعا، اخذ المقاسات ومشي في سلام. ايه ده، الحمد لله، ده انت ربنا رزقك بصناعي كويس اهو. ساعه ولقيته بيكلمني، قال لي يا باشمهندس انا نسيت اسالك، اشطف لك الازاز خرزانه ولا شامبورليه؟ طبعا حطني في مأزق رهيب، انا لو سالته لا مؤاخذه ايه الخرزانه وايه الشامبورليه هيفهم اني زبون وهيشتغلني للصبح، لو ما سالتش اخاف البس في حاجه انا مش عايزها وادفع الفلوس مرتين مثلا. انا بيني وبينك حسيت كده بفطرتي السليمه ان الشامبورليه ده قلق، مش عارف ليه، مش تمام كده، مايس كده، انما الخرزانه برضو احنا عارفينها مجربينها في حتت كتير. قلت يلا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. قلت له لا 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 لا، شامبورليه ايه يا معلم، لا لا احنا جدعان قوي، خليك في الخرزانه. قال لي حضرتك متاكد يعني مش عايزه شامبورليه؟ قلت له يا عم في ايه، اتكل على الله يا اسطى. فضحك كده وقال براحتك، لا حول ولا قوه الا بالله، وقام قافل السكه. مش فاهم الكلام ده قبل ما اجي، مش عارف ليه وانا بحكي لك دلوقتي حسيت كده ان الشامبورليه احسن، حسيت ان انا غلطت، مش عارف اعمل ايه. عشان كده انا لما اي حاجه بتبوظ عندي في البيت ما بجيبش صنايعي ابدا ابدا، انا دايما بصلح كل حاجه بنفسي، اخربها خالص، اسمع كلمتين من مراتي بعدين اجيب صنايعي، لكن حاجه تبوظ اقوم جايب صنايعي؟ ليه، ما فيش راجل في البيت يسمع له كلمتين؟ يا ابني انا عليا كلمه حاضر بترج العماره، ترج العماره، حاضر العماره بتترج مني كده. قلت ايه، خرزانه ولا شامبورليه عشان الراجل بيزن؟ مش عارف ليه حاسس ان الشامبورليه دي حلوه، كان قلبي حاسس.